السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الفيديو الثاني الفيديو الثاني في مجموعه التعريف لونسومبل دو ديفينيسيون كيفاش كنحددوا مجموعه التعريف في الفيديو الاول اللي ما تفرج في الفيديو الاول يرجع يتفرج فيه حيت الفيديو الاول درنا فيه كيفاش كنديروا مجموعه التعريف ديال لي فونكسيون اللي كيكون فيهم الفراكسيون لي فونكسيون اللي كيكون فيهم على شكل كسر بحال هذا الشكل هذا هادو سبق لينا درناهم في الفيديو اللي قبل وحددناهم حددناهم زانترفال كيفاش شنا هو الدومين دو ديفينيسيون المهم كلشي تقريبا هضرنا على هذا دابا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله الا إيه تبعتي الفيديو حتى و وركزتي معاه مزيان ما باقيش غادي تلقى مشكل في شي فونكسيون تجبد لونسومب دو ديفينيسيون ديال شي فونكسيون اللي فيها الغاسين كاري ان شاء الله غير الواحد يركز مزيان وتبع معايا كل حاجه كيش كنقول فيها وركز معايا على الهضره ديالي مزيان حيت غادي نجبدهم من لاباز ديالهم من طابلو تسين كيفاش كنحددوا الاشاره كيفاش هذا كلشي داكشي غادي نديطيوه ان شاء الله في هذا الفيديو هذا دونك باش نبداو على بركه الله قبل ما نبدا معاك قبل ما نبدا معاك هادو غادي اول حاجه غادي نخدموها نخدموا هادو اللي كيكونوا سامبل بحال هكا هذا النوع ديال اللي كيكونوا بحال هاد اف دو اكس وهادي 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 اما هادو اللي فيهم الدوغري على بويسونس دو اللي فيهم حدوديه من الدرجه الثانيه وهادو هادو هما اللي خصني نديطاي فيهم مزيان اما بالنسبه لهادو راه ساهلين هادو راه بساطين وساهلين دونك حنا من قبل كنا قلنا في الفيديو الاول قلنا باللي باش اننا نديرو لونسوم دو دي ديفينيسيون خصنا نعرفو شي حويجات دوك الحويجات اللي قلنا غادي نعرفوهم هما هادو هو انه الا كانت عندي لا فونكسيون اف دو اكس على شكل بولينوم على شكل حدوديه مثلا دو اكس او كاري بلس 5 اكس موان زان بلي هادو ديما لونسوم دو دي ديفينيسيون ديالهم كتكون هي ار هادو حيت علاش حيت ما فيهم لا جذر مربع لا كسر حتى وحده فيهم وهضرنا عاوتاني قلنا باللي لي فونكسيون اللي كيكونوا على هذا الشكل هذا شي حاجه مقسومه على شي حاجه بولينوم على بولينوم حدوديه على حدوديه هادو اللي كيكون فيهم الكسر كناخذوا هذا الشيء اللي كاين هنا في المقام وخصنا نديرو خصو يكون ديفيرون ا زيرو وكنقلبوا على شنو الشرط على اكس باش يكون هذا الشيء ديفيرون ا زيرو هذا الشيء درناه في الفيديو الاول دابا في هذا الفيديو غادي نشوفوا الحاله ديال اف دو اكس الا كان عندنا فيها الغاسين كاري إذا كان لاغاسين كاري بحال هكا ولا الا كان هنا ولا كان هنا الا كان هنا هذه هي الحاله اللي غادي نشوفوا دابا دونك إذا كان عندنا الغاسين كاري كنا قلنا ودي راه هذا الشيء اللي وصل لاغاسين كاري خصو يكون عندنا سوبريور او ايغال ا زيرو هذا الشيء اللي كيكون وسط الجذر مربع خصو يكون اكبر او يساوي زيرو باش ندوزو مباشرة لابليكاسيون غادي نمشي ناخد شي وحدة من هادو اللي درنا اللي كنا عطينا هنا مثلا هادي اف دو اكس اف دو اكس كتساوي غاسين كاغي ديال 3x موان ز ناخذو هاد ليكزامبل هذا بالنسبه لهاد ليكزامبل دي دو اف كنا قلنا بلي لونسومب دي ديفينيسيون كنكتبو على هاد الشكل هذا دي دو اف ايغال وكنديرو لام بما انها هي راه اونصومب دومين دو ديفينيسيون ايغال لام اش توت لي لي نونبر ايز اكس كي ان ار ايه الاعداد الحقيقيه بشرط اشنو قلنا الشرط هو ان هذا الشيء اللي وصل لغاسين كاري خصو يكون سوبيريور او ايغالا زيرو ها هو سوبيريور او ايغالا زيرو اتفقنا لحد الان راه مزيان هذا الشيء هضرنا على هذا الترميز هذا ودوينا عليه وهضرنا على الترميز اللي بحاله وقلنا هذا هو اللي غادي نبقاو نستعملوه بزاف دونك انا خديت دابا الكونديسيون الشرط هو انه اي حاجه وسط الجذر المربع خصها تكون اكبر او تساوي زيرو ما خصهاش تكون صغر من زيرو دونك باش اننا نقدروا نحسبوا الصوره ديال شي عدد خص داك العدد الى عودته هنا وسط الغاسين كاغي وحسبت هذا اللي هنا لداخل ديال الغاسين كاغي خصو يعطيني نومبر بوزيتيف دونك السؤال المطروح باش نجبد الدي دو اف هو شنا هما الاعداد اللي ممكن نعوضهم اللي نقدر نعوضهم هنا ويعطيني عدد موجب ما يعطينيش عدد صغر من زيرو دونك باش نعرف شنا هو هذا العدد كي خصني نحل هذا المتراجح هذا هذه هذه المتراجحه باش نحلها اكس كتنتمي ل ار تلك خصني نعزل اكس هنا وندي كاع الاعداد اللي هي. بمعنى اول عدد غادي ندي هنا هو ناقص واحد وندير هنا غادي يولي زائد واحد ولا غادي نزيد واحد هنا ونزيد واحد هنا كاع الا بغينا نرجعو كاع لا باز لا باز كاع ديال الكوليج غنزيد واحد هنا ونزيد واحد هنا الا زدت واحد هنا تولي عندي هنا 3 اكس سوبيريور و 0 زائد واحد هي واحد ولا كنقولو بلي ناقص واحد كنديو لهنا كتولي زائد واحد ايغال لونسومبل دي زيكس كي ابارتينا ار الأعداد الحقيقيه بحيث هنا بقات لنا ثلاثة خصنا نحيدوها باش نحيد هذه الثلاثة هادي خصني هنا نقسم على ثلاثة وهنا نقسم على ثلاثة ولا حيت كاين الضرب هنا الثلاثة ملي غادي نديها لهنا غتولي بلاصة ما تكون هنا ثلاثة مضروبة في إكس هنا تولي واحد مقسومة على على ثلاثة بمعنى إكس أكبر أو تساوي واحد على ثلاثة دوك حنا باش ان اكس نقدر نحسب الصوره ديالو بهذه الداله هذه خص اكس يكون اكبر من او يساوي 3 قلنا كيفاش نحددوا بالنسبه لهاد هاد لي زينيكاليتي هاد المتفاوتات كيفاش غادي نحددهم نحولهم لانترفال وهذه اللي نركز عليها بزاف دابا هنا كيفاش هادي غادي نحولها على شكل انترفال باش هادي غادي نحولها على شكل انترفال غادي نجيو غادي نستعملوا لا دغوات غادوي واخا نورمالمون هاد دغوات غادوي نتوما في الباكالوريا راه نورمالمون خصكم تكونوا تجاوزتو صافي تكون كتجبدها من دماغك ديريكت دونك هنا غتكون واحد دونك واحد على ثلاثة غادي تقريبا هنا واحد على ثلاثة المهم غتكون من الصيرو للفوق هنا عندنا بلس وهنا عندنا موال لانفيني اشنو قلنا على اكس اكس خصو يكون على واحد على اكبر من او يساوي واحد على ثلاثة شنو هوا هو على هو هذا هنا الاعداد اللي كبر من واحد على ثلاثة هما اللي كاينين هنا هما هادو هادو هما الاعداد الاكبر من واحد على ثلاثة بمعنى هادي لبغيت نكتبها على شكل انترفال نجي هادي نكملها هنا ايكال اكس اكبر من او تساوي واحد على ثلاثة بمعنى اكس كاينة ما بين واحد على ثلاثة تال بليس لانفيني دونك غادي ندير واحد على ثلاثة تال بليس لانفيني ديجا هضرنا على هاد بليس لانفيني هما لانفيني قلنا ديما كتكون اوفر ديما كتكون المجال مفتوح علاش حيت بليس لانفيني ومول لانفيني غير ما محددينش حنا ما كنعرفوهمش من بالضبط القيمه ديالهم اكزاكت ما راه زائد ما لا نهايه هذا واحد على ثلاثة هنا عندنا اكس سوبيريور او ايكال بمعنى ان اكس ممكن انها تكون كتساوي واحد على ثلاثة حيت ممكن انها تكون كتساوي واحد على داكشي او ايكال او تساوي بمعنى انها ممكن تكون كتساوي واحد على ثلاثة اش كنقصدو بان ممكن تكون كتساوي واحد على ثلاثة بمعنى هاد واحد على ثلاثة داخلة في لونسوم دو, داخل دو ديفينيسيون داخلة في هاد الانترفال فاش كتكون هاد العدد داخل في الانترفال كنديروا المعقوفة كتشوف فيه هو النيت كتشوف فيه هاهي المعقوفة كتشوف في هاد العدد كو كانت أكبر قطعا ستريكتومون سوبيريور ديك الساعة غادي نديروها العكس غنديروها ما كتشوفش فيه غنديروها كتشوف العكس ديالو دونك حنا حيت عندنا اكس اكبر او يساوي واحد على ثلاثة دونك راه واحد على ثلاثة داخلة في لانترفال دونك فاش كنقول دي دو اف في لونسومبل دي ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هي هادي بمعنى ان هاد الاعداد اللي كاينين ما بين واحد على ثلاثة تال بلس لانفيني هما الاعداد اللي ممكن اننا نحسبو الصورة ديالهم بهاد الدالة اف دونك هادا هو لونسومبل ولا الدومين دو دو ديفينيسيون هادي بالنسبة لهادي هادو كيكونو ساهلين كاين اللي كيدير بحال هكا وكاين اللي كيستعمل طابلو طابلو تسيني بالنسبة للطابلو السين غادي هنا باش نفهمو مزيان الطابلو السين طابلو تسين هو جدول الإشارة هو غادي هنا جدول الإشارة جدول الإشارة بالنسبة لجدول الإشارة هو لي غنبقاو نحتاجو بزاف جدول الإشارة كيكون واحد الجدول على هاد الشكل هذا كيكون هنا إكس وكيكون هنا شي حدودية لإعداد الشكل هذا اللي فيها أ إكس بلس بي أ إكس بلس بي غندير لكم على هذا عاد نعطيك القاعدة بصفة عامة تلاتة إكس ناقص واحد وكنسد الطابلو هنا كندير من موال لانفيني تا بلس لانفيني بالنسبة للطابلو هنا باش نعرف دابا هنا هاد لابار اللي كاينة الفوق هنا هذه هي فين كيتشونج اكس دابا هذا من مول لانفينيتي بلس لانفيني بحال قلتي هو هذا لاطغوات غادوي هذا هنا فين كاين اكس اكس يقدر يكون هنا عدد سالب يمشي تيوصل لعدد زيرو يقدر يكون موجب فوق الزيرو هذه هي البلاصه فين كيتغير في اكس هذا بحال لاطغوات غادوي هذا هنا هاد 3 اكس ناقص واحد هنا فين كنحددوا الاشاره ديالها على حساب اكس فين كاين بمعنى نشوف اكس بلاصه فين كاين اكس كتعطيني الاشاره ديال هذه دي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف اذا كان اكس هنا في الجهه ديال بلس انفينيتي اذا كان هنا اذا كان الوسط اذا كان كبر من واحد اذا كان صغر من واحد اذا كان كذا دونك باش نحدد انا فين هذه كتبدل الاشاره ديالها فين بالضبط كت البلاصه فين كت اما كتكون نيجاتيف وكتولي بوزيتيف ولا فين كتكون بوزيتيف كتولي نيجاتيف كنمشي كنشوفها فين هذه كتساوي زيرو بمعنى ثلاثة 3 اكس ناقص واحد امتى كتكون كتساوي زيرو باك باش نعرف شنو الشرط على اكس باش تكون هذه كتساوي زيرو غادي نخلي 3 اكس هنا وغادي نحل هذه المعادله 3 اكس كتساوي 1 الوغ اكس كتساوي 1 على 3 لقينا اكس هذه شوف معايا مزيان هذه غادي تكون كتساوي زيرو امتى غادي تكون كتساوي زيرو اذا كان اكس كيساوي 1 على 3 ها هي 1 على 3 إذا كان اكس كيساوي واحد على ثلاثة ثلاثة اكس ناقص واحد كتساوي هذه كان اكس كتساوي واحد على ثلاثة هي كتساوي زيرو دونك كان اكس كبر من واحد على ثلاثة اما غادي تكون موجبة يا اما سالبة إذا كان اكس صغر من واحد على ثلاثة اما غادي تكون موجبة هنا اما تكون سالبة بمعنى ان إذا اكس كان صغر من واحد مثلا زيرو راه ثلاثة في زيرو هي زيرو ناقص واحد هي ناقص واحد بمعنى ناقص سالبة بمعنى هادي إذا كان إكس صغر من واحد على ثلاثة راه هادي كتكون سالبة إذا عوضت مثلا خدينا زيرو زيرو صغر من واحد على ثلاثة و هنا ثلاثة في زيرو هي زيرو ناقص واحد هي ناقص واحد بمعنى إذا كان إكس كيساوي زيرو زيرو كاين هنا دونك كتكون كتعطينا عدد سالب بمعنى كتكون سالبة وإذا كانت هنا سالبة بطبيعة الحال هنا غادي تكون موجبة اتفقنا هذه القضية ديال نأخذ عدد من هنا اللي مثلا الزيرو وعوضت فيه هذه غديرها غير باش تأكد أما القاعدة بصفة عامة هي هذه اش كتقول لنا القاعدة قاعدة كتقول لنا إذا بغينا لو سيني ديال شي تعبير اللي هو أ إكس زائد بي بغينا الإشارة ديال شي حدودية من الدرجة الأولى بمعنى كتكتب على شكل أ إكس زائد بي بان بين مول لانفيني و بليس لانفيني هاد الحدودية هادي كتنعادم زعما كتكون كتساوي زيرو فاش كيكون إكس كيساوي ناقص بي على أ حنا دابا القاعدة ولكن ما كنفضل أنك ما تحفظش القاعدة أنك تفهمها دونك هذه إمتى كتكون كتساوي زيرو فاش كيكون إكس كيساوي ناقص بي على أ علاش حيت أ إكس زائد بي كتساوي زيرو دونك إكس كتساوي أ إكس كتساوي ناقص بي دونك إكس كتساوي ناقص بي على أ بمعنى هادي كتكون كتساوي زيرو فاش كيكون إكس كيساوي ناقص بي على أ هنا في هاد البلاصة هادي كنديرو لو سين الإشارة هادي لو سين كنقول الإشارة ديال لوبوزي ديال أ ديال موا أ دو موا أ موا غليظة هنا باش تبان ليك وتعقل عليها موا وهنا كنديرو لو سين دو ا بمعنى هنا بلاصه ما نعوض قبيله مثلا عارف هاد الطابلو عاقل عليه وحافظو مزيان ولا هذا اغلبيه ديال التلام شنو كيجي كي كيجي مباشره كيشوف كي ا اشنا هو هنا هو ثلاثة إشارة ديالو موجبه دونك هنا غادي يكون سالب وهنا غادي يكون موجب كو كانت هنا سالبه هاد ا العدد اللي مضروب في اكس كو كان سالب غادي يدير هنا موجب ويدير هنا سالب بمعنى هنا كتكون العكس ديال الاشاره ديال ا وهنا كتكون الاشاره ديال ا أه. زعما طيب على حسب ا أه كيدير واش بوزيتيف واش موجب ولا ولا سالب هادو بالنسبه لهذا النوع هذا اللي كيكون بحال هذا الشكل هذا هادو بساطين كيكونوا ساهلين تقدر بغيتي تستعمل الطابلو 90 راه كتستعمله ما بغيتيش تقدر تستعمل المترجحه ولكن بالنسبه للطابلو 90 علاش بديت به هنا حيت باش تفهموا مزيان فهادو اللي جايين من بعد فهادو اللي نديروا دابا هنا ناخذ دابا هذا ليكزامبل هذا اللي قلنا هنا ليكزامبل اللي تابع هذا اللي هو اف دو اكس كتساوي الغاسين كاغي ديال جوج اكس ناقص ربعة مضروبة في واحد ناقص اكس مازال نزيدو نفهمو هادشي مزيان هنايا هنا قلنا لونسومبل دو ديفينيسيون كما العادة دي دو اف كتساوي باش نجبد دي دو اف كتساوي لونسومبل ديال الاعداد الحقيقيه بحيث قلنا هذا الشيء اللي وسط الغاسين كاري خصو يكون عندنا كبر من زيرو بمعنى جوج اكس ناقص ربعة فوا ا موا اكس تكون هذه اكبر من او تساوي زيرو دابا هادو ما يمكنش تخدمها بحال هكا بحال الشكل هذا علاش حيت عندك الميل عندك الضرب و عندك جوج اكس الا نشرتيها اذا نشرتي هذه غادي تولي عندك بولينوم ولا غتولي عندك انيكواسيون انيكواسيون دوزيام دوغري حتى هذه حتى هي نقدروا نخدموها بالطابلو تاع السين اشنو غادي ندير غادي ندير الطابلو تاع السين بحال هذا الشكل هذا على جوج اكس ناقص 4 وفي نفس الوقت غادي ندير معاه واحد ناقص اكس بمعنى احنا نطبقوها ندير الطابلو تاع هنا ها هي اكس جوج إكس ناقص ربعة وغادي ندير معاها قلنا واحد ناقص إكس هنا قلنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية كنشوف إكس كيتبدل هنا كنشوف هادي في كتساوي صفر نجيو نشوفو هادي في كتساوي صفر جوج إكس ناقص ربعة كتساوي صفر دونك جوج إكس كتساوي ربعة ألوغ اكس كتساوي 4 على 2 اللي هي اللي هي 2 دونك اكس كيساوي فاش هذه تكون كتساوي زيرو الا كان اكس كيساوي 2 ما غاديش نجي نحطها هنا تنشوف نشوف هذه باش حيت هنا هذا قلنا بحالو بحال هاد لا دغوات بما بمعنى خص الاعداد يكونوا مستفين من الصغير حتى للكبير هاد الجوج هادي دابا نشوف هذا عاوتاني باش نعرف واش نسبق الجوج عدد العدد اللي كتنعدم فيه هادي ولا نسبق هاد العدد اللي كتنعدم فيه هادي عاد عاد الجوج نجي عاوتاني لواحد ناقص اكس كتساوي زيرو امتى كتكون كتساوي زيرو الا كان ناقص اكس كيساوي ناقص واحد دونك اكس كيساوي واحد اذا هذه كتساوي زيرو الا كان اكس كيساوي واحد ها هي يعني كتساوي زيرو الا كان اكس كيساوي واحد بمعنى واحد ناقص واحد هي زيرو وهذه كتساوي زيرو الا كان اكس كيساوي جوج كنجي و كنحط هاد جوج اكسات هنا شكون الصغير فيهم هو واحد دونك غادي ندير واحد هو الاول عاد ندير جوج بالنسبة لهادي جوج إكس ناقص ربعة قلنا هادي إمتى كتكون كتساوي صفر إذا كان إكس كيساوي جوج بمعنى غتكون كتساوي صفر هنا فاش كيكون إكس كيساوي جوج هادي كتساوي صفر أشنو قلنا قبيلة بالنسبة لهادي أ إكس زائد بي هنا قبل الزيرو من هنا كنديرو الإشارة ديال ناقص أ شنو هو أ هنا هو جوج الإشارة ديال الناقص ديالو هي ناقص جوج دونك الإشارة ديال ناقص جوج هي ناقص صافي هنا عاوتاني من جوج لها شنو كنديرو كنديرو الإشارة ديال أ شنا هو أ هنا هو جوج الإشارة ديالو هو زائد صافي كاين اللي كيكتب هنا لو سين دو موا أ ديال ناقص أ ولا كيكون كي كاين اللي كيكتب لو سين أوبوزي دو أ زعما الإشارة المقابل ديال أ ولا الإشارة العكس زعما العكس ديال الإشارة ديال أ دونك هذه بالنسبه لجوج اكس ناقص 4 بالنسبه لواحد ناقص اكس قلنا امتى كتكون كتساوي زيرو الا كان اكس كيساوي واحد دونك هذه كتساوي زيرو فاش كيكون اكس كيساوي واحد دونك هنا ها هي كتساوي زيرو فاش كيكون اكس كيساوي واحد هذا كنطلعو من هنا واصلا هذا هنا هذه كنا قلنا هنا باللي من جوج لهاد الجهه بوزيتيف ومن جوج لهاد الجهه نيجاتيف سالبه دونك هاد البلاصه كامله غادي تكون سالبه وهاد البلاصه تكون موجبه بالنسبه لهادي وهذه عاوتاني اللي كيفرق لنا بين الموجب والسالب هو هذا الزيرو هذا هنا شنو هو ا هنا شوف معايا هذه عندنا ا اكس زائد بي ا اه هو العدد اللي مضروب في اكس ا اه هو العدد اللي مضروب في اكس شنو هو العدد اللي مضروب في اكس هنا هو ناقص واحد وناقص واحد كي سالب وشنو قلنا كنديرو هنا قبل الزيرو كنديرو العكس ديال ديال الاشاره ديال ا ا هنا عندنا سالب ها الزيرو قبل منه عكس الاشاره ديال ا دونك هنا غادي تكون موجب وهذا الشيء اللي غادي يبقى هنا كله غادي يكون سالب وغادي نهبط هذه علاش غادي نهبط هذه حيت غادي خصني في الاخر هنا اي خصني في الاخر هنا ندير الاشاره ديال الهدف هذا حنا دابا شنو درنا مشينا لهذا اللين الاول هذا درنا فيه الاشاره ديال جوج اكس ناقص 4 لقينا بلي جوج اكس ناقص 4 كتكون سالبه الا كان اكس صغر من الجوج. في هذه البلاصه هذه كتكون موجبه الا كان اكس كبر من جوج مشينا عاوتاني لهادي شفنا الاشاره ديالها لقينا بلي الاشاره ديالها كتكون موجبه الا كان اكس صغر من واحد وكتكون سالبه الا كان اكس كبر من واحد علاش درنا هاد الجوج هادو باش نوصلوا الاشاره ديال هادي دي جوج اكس ناقص ربعة في واحد ناقص ناقص اكس دونك غادي نجي لهنا وغادي ندير جوج اكس ناقص ربعة مضروبه في واحد ناقص اكس باش نجبد الاشاره ديالها تاعي هادي شنو هي هي الضرب ديال هادي في هادي اشنو كندير هادي واحد ناقص اكس هنا فاش كيكون اكس كيساوي واحد هادي كتساوي زيرو الا كانت هادي كتساوي زيرو مضروبه في هادي راه غادي تعطينا زيرو دونك هنا نحطو زيرو هنا عاوتاني فاش كتكون اكس كتساوي جوج. هادي كتعطينا زيرو ها هي زيرو زيرو في هادي هنا تعطينا شحال ما بغات زيرو في هادي غادي تعطينا زيرو دونك ندير هنا زيرو وكنضرب الاشارات دابا ناقص في زائد كتعطينا ناقص ناقص في الناقص كتعطينا زائد زائد في الناقص كتعطينا ناقص لحد الان راه كيبان ليا كلشي واضح كلشي مزيان هنا حنا شنو بغينا بغينا هذه بغينا شنو هما نوم دي نومبر رييل اكس كينتميوا للار بحيث هذا البرودوي هذا الضرب ديال هاد الجوج يكون كبر من زيرو باش هذا يكون كبر من زيرو ها هو الاشاره ديالو هو هذا هادي راه هي هادي ياك الإشارة ديالها فاش كيكون إكس ما بين موال وواحد و واحد كتكون سالبة ما بين واحد و جوج كتكون موجبة ما بين جوج بليس لانفيني كتكون سالبة حنا بغيناها فاش كتكون موجبة دونك إكس باش هادي تكون موجبة ها هي موجبة خص إكس يكون ما بين واحد و جوج دونك دي دو إف كتساوي لانترفال المجال واحد جوج هنا او تساوي بمعنى انها ممكن تكون كتساوي زيرو امتى غادي تكون كتساوي زيرو الا كان اكس كيساوي واحد ولا الا كان اكس كيساوي جوج بمعنى هاد واحد جوج حيت عندنا هنا اكبر او تساوي بمعنى خصهم يكونوا داخلين في لانترفال داكشي علاش درنا المعقوفه تنديرهم كيشوفوا كي في الاعداد حيت بجوجهم داخلين في لانترفال بمعنى بجوجهم صالحين لينا هنا حيت اكبر او تساوي زيرو دونك ممكن اكس يكون ممكن هذه تكون كتساوي زيرو وهذه امتى كتكون كتساوي زيرو الا كان اكس كيساوي واحد ولا اكس كيساوي جوج هادو هما جوج حالات ها هو الزيرو هنا الزيرو هنا بما هادو هما جوج حالات اللي ممكن تكون كتساوي فيهم زيرو اللي هما هاد لي بوغن هادو دونك خصهم يكونوا داخلين في لانترفال كو كانت عندنا مثلا في شي اكزيرسيس اخر ستريكتومون بوزيتيف اكبر قطعا كنا غادي نديرو لانترفال بحال هكا العكس كيشوف العكس ديال ديال الاعداد دونك نتمنى يكون هذا الشيء اللي شرحنا دابا واضح يكون باين ندوز دابا ل ندوزو ليكزومبل الاخر غير هو ليكزومبل الاخر غادي نديرو في هاد هذا ليكزومبل هذا حيت الفيديوهات شويه كيكونوا ثقال ما كيبغيووش يدخلوا اليوتيوب غادي نحاول نقسمهم دابا ملي درنا هادو ملي درنا دابا هادو غادي ندير هاد ليكزومبل هذا وهاد ليكزومبل هذا وهذا ونقدر نزيد